طيب نحن رح نشوف تقرير بعرفنا أكثر على مايا بحياتها اليومية، بطريقة شغلها، بتفكيرها، ومن بعده بعد هذا التقرير نرجع منعلق أكثر ونحكي تفاصيل كثيرة ناطرين إننا نعرفها عنك. تقرير. أيوة رجعي عطول. هاي أنا مايا زنكول وهيك ببلش نهاري. نحن عايشين بلبنان ما بنزهق، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في قصة غريبة بتخلينا، وأنا بحب أرسم هالقصص لحتى أعبر عنها. حقولي تشوفها شو الشجر ما بيطلع منه إلا بلبنان، بيطلع كليناكس، بيطلع كيس بلاستيك، بيطلع عنينة بيبسي وعنينة مي. خلينا نصوره لأن مش كل يوم بنشوف هيك منظر. هيدا أول أثر للجريمة. حاولت نشوف وين صار. خي شو مسهل الحياة هون؟ أول ما نوصل بحطوا لنا كل الخيارات قدامنا، إذا بدنا نروح على المطعم، إذا بدنا مطبعة، إذا بدنا مجوهرات أو حتى تياب، أول ما نوصل نعرف وين موجودين. بس في شغلة واحدة أساسية ناقصة، هي إشارات السير. بسيطة، هلا نسأل حدا تنشوف كيف نوصل. برميلين زبالي زرق مني. بالضبط. من وين انت دليتيني؟ البحر صراحة بحر. يسمع. لا لا عم نمشي. لا ميسي. تاكسي؟ لا لا ما بدي. يلا الحقوني تنشوف شو رح يطلع معي بعد هالنهار المشوق. شو صار معنا اليوم؟ نرسم شي عن شوفير التاكسي يلي بضل يزمر. كيف معقول فهمه انه ما بقى تزمر؟ يعني اذا عم نمشي مش يعني بدنا تاكسي. حقولة تنفق نفسه مع الكمبيوتر. بكفي لنهار واحد، بكره نهار تاني واكيد رح يصير معنا قصص تانية. عن جد إذا بنهار واحد هيك بصير على عم نشوف التقرير وعم قلك بنفس الوقت إنه إحنا كنا منزعج من هيدول القصص، لأنه هيدول من مظاهر حياتنا اللبنانية. هلا يمكن اللي مش كتير جاي على لبنان وشايف لبنان وقاعد بلبنان رح يفهم كتير علينا، بس نحن بلبنان عنا فوضة السير يلي بنعرفها، التاكسيات يلي بيبقوا لحقينك أنت وماشي على الطريق بدي طلعوك بالقوة، الإشارات يلي ما بنفقد لها، ما في عندنا ما في شيء محدد، مش هيك بتضطري تسال العالم وين هون وين هون، بصير يضلوك على الشمال اول مفرق. هدول الخبريه يعني هدول المواضيع اللي عم نحكي عنهم مايا، انت بتستمديهم من حياتنا اليوميه من الواقع اللي بنعيشه نحن كلبنانيين. كيف بلشت فكره انك تعملي هالمدونات؟ انا كنت عايشه برات لبنان بالسعوديه كل حياتي، وجيت لهون من 5 سنين تادرس جرافيك ديزاين بالجامعه. نعم. والحياة هون ما كانت مثل ما موقعتها،
صرت تلاحظ اشياء بتصير معنا يوميه يعني شوي بتزعج بس كمان بتضحك لان ما بتصير الا هون. وبلشت هيك خليهم براسي وقت يصيروا معي بضحك بيعلقوا براسي. ومن بعد ما تخرجت بلشت اشتغل، والشغل ما كان عم بيسمح لي اعبر عن رايي، يعني بس تشتغلي مع شركه بتعملي لوجو بتعملي بزنس كارد كجرافيك ديزاين، كجرافيك ديزاين ما فيك، ما في تعبير، ما في قصه عم خبرها، وانا عندي حاجه اخبر هالاشياء اللي بيصيروا معي شاركهم مع العالم. فبلشت هالمدونة على الانترنت، كل ما يصير معي قصة بنهار برسمها وبحطهم هيك حالة حدا بالعالم فيه يفوت ويشوفهم، وهيك بلشت وكبرت لحالها الشغلة. صرت تحسي انه الناس عم بيفوتوا عم بيشوفون عم بحبون عم بحسوا انه بيشبهون بمحل معين؟ هيك صار، يعني صاروا عم بيشوفوا حالهم، صاروا من بعد ما يقروا اللي مكتوب يخبروا هن قصة بتشبهها صايرة معهم بالتعليقات، ويصيروا العالم يحكوا مع بعضهم أو يقولوا يي نحنا كمان هالشغلة بتضايقنا. يعني صار في discussion بتصير كل يوم، مناقشة عن موضوع يلي هو مشكلة اجتماعية فيها تتحسن، فينا نعالجها. يعني يمكن هاي أول ابتداء عندنا نغيرها، يعني ايه أول خطوة. أول خطوة. طب كنت موقعة هالقد يصير في إقبال عليهم للمدونات؟ لأنه بعرف عندك على الإنترنت قديت تقريبا في زوار كتار.